اكتشاف عجيب وغريب جدا ومثير للقلق هو عثور على لدائن بلاستيكية في قلب الإنسان. علماء من الصين رصدوا لأول مرة وجود لدائن بلاستيكية، وهي عبارة عن جزيئات بلاستيكية دقيقة جدا، واللي بتستخدم في تغليف المواد الغذائية والدهانات في قلب الإنسان. والعلماء الصينيين دول من مستشفى بكين توصلوا للاكتشاف الغريب ده بعد ما قاموا بتحليل أنسجة القلب ال 15 مريض خضعوا لجراحة القلب والأوعية الدموية، وده وفقا للدراسة اللي نشرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية. والغريب ان العلماء اكتشفوا عشرات الآلاف من اللدائن الدقيقة دي في معظم عينات الأنسجة اللي فحصوها، كمان عثروا على جزيئات بلاستيكية في جميع عينات الدم، وده زي ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية. وأكتر حاجة مقلقة في الدراسة دي إن هم عثروا على 9 أنواع من البلاستيك في 5 أنواع من أنسجة القلب. كمان لقوا أدلة تشير لإن بعض المواد البلاستيكية الدقيقة دي تم إدخالها عن غير قصد للأشخاص أثناء العمليات الجراحية. والمواد البلاستيكية اللي لقوها موجودة دي في 3 أجزاء مختلفة من القلب كانت بولي ميثايل ميثاكريليت، وده بلاستيك بيستخدموه عادة كبديل للزجاج مقاوم للكسر. كمان لقوا بولي إيثيلين تيريفثاليت، وده بيستخدم في حاويات الملابس والأغذية. والنوع الثالث كان بولي فينايل كلورايد اللي منتشر في إطارات النوافذ وأنابيب الصرف والطلاء. كمان كان في دراسة قديمة اقترحت ان البشر بيستهلكوا حوالي 5 جرام من جزيئات البلاستيك الصغيرة كل اسبوع. وفي جامعة فيينا الطبية العلماء لقوا ان جزيئات البلاستيك بتشق طريقها لسلسلة الغذاء البشري من نفايات التغليف، وبتدخل الجسم من خلال ملح البحر والمأكولات البحرية وحتى مية الشرب. كمان الدراسة دي ربطت التغيرات في الجهاز الهضمي اللي بتسببها المايكروبلاستيك دي بأمراض التمثيل الغذائي زي السمنة والسكر وأمراض الكبد المزمنة. فهذه الدراسة بالفعل واحدة من أهم الدراسات اللي بتبين مخاطر البلاستيك على البيئة والإنسان. لو أول مرة تسمع الفيديو يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.